اشكرك على الكام يوم اللي فاتوا دول، يعني بصراحه انت بسطتني قوي. شكرا. في ايه؟ شكلك زي القمر النهارده. قصدك يعني انا كان شكلي وحش قبل كده؟ لا طبعا، طول عمرك حلو، بس النهارده عامله زي نجوم السيما. وانت كمان شكلك شيك جدا على فكره، يعني غريبه. ايه رايك؟ اقل حاجه عندي دي. والساعه دي نشيلها ولا ايه؟ ليه التجرامه؟ ما كنا ماشيين حلو. ما بهزر يعني، بدي روح كده للموضوع واحنا قاعدين. بقول لك ايه صحيح؟ المطعم ده بيعمل اكل فظيع. فكك بقى من جو الدايت والبروكلي والحاجات دي والسيدز، وخلينا ناكل اكله حلوه كده. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه؟ خلاص انت عملت كل اللي انت عايزاه، مفجوع قوي. انت ماسك ايدي ليه؟ ايه ده انا ماسك ايدك؟ ماسك ايدك يعني اتهورت. انت ليه مقفوش كده؟ بقول لك ماسك ايدي ليه؟ مش بقول لك سيب ايدي. في ايه؟ اهدى شويه على نفسك. بصراحه مش ضامن، لسانك طويل وايدك اطول، فمعرفش هتعملي ايه. لا ما انا هبقى محترمه دلوقتي، هبقى مؤدبه. لا 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 ايه ده ايه حيوان؟ مش ممكن. ايه ده؟ في ايه؟ لا حرك المرايه في الظهر هنا، انت بتعمل ايه؟ لا لا لا، اصل انا بقالي نص ساعه براهن نفسي. هي ولا مش هي؟ انا بقول هي، لكن نفسي اماره بالسوق فبتقول لي مش هي، فانا عايز احسم الجدل ده ما بيني وما بين نفسي. هي ولا مش هي؟ لا هي. بيلا جندي. جندي ايه؟ جندي. بيلا جندي. انا متابع كل فيديوهاتك. ايوه انا لسه متفرج على الفيديو الاخير بتاعك بتاع بولا بولا بيلا الجندي. انت لذيذ قوي. مع السلامه. ربنا يخليك. معلش. لا لا لا، دي بيلا ده انت بالنسبه لي. بالنسبه لك ايه؟ بالنسبه لي انا لوحدي، لان فيديوهاتك بحس انها بتخاطبني انا. بسم الله ما شاء الله. ايه شكلك في الفيديوهات؟ زي الكافيهات بالظبط. بجد 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 انا حاسس ان انا قاعد على انستجرامك. عايز اعمل كده. ممكن اشوف الاستوري؟ لذيذ قوي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا اخي. لا لا مع السلامه. ايه مع السلامه؟ انت ما تعرفيش ان انا اتغيرت بسببك انت؟ ما تتغير. انا مالي بالله؟ انا كان مش ده ستايلي في الاول. امال كان ايه؟ ايوه انا كنت بكرش وبعمل على جنب وبلبس كروات. تخيل ان هو ستايلي في الاول كان زي الكابتن ده. ماله كابتن يا اخويا؟ يعني طويل بلا هدف، ما كانش عندي جسم منمق يعني. حتى بابي بقى بيلبس زيك. زي انا؟ ايوه ده انا قلت له حتى بابي ايه ده لبس حريمي. قال لي بيلا جندي. معلش بقى انا هتصور. لا انا مش عايز اتصور. معلش. لا اتصور معاك انت ليه؟ انت اللي هتصور. انا هتصور مع بيلا. معلش انا هاخد واحده سيلفي وواحده ميديم. مش عايز حاجه تاني مع الاوردر؟ ناخد بطاطس. حلوه بيلا قوي. معلش انت تصورني. يلا يلا بقى. يلا يا سيدي خلصني. معلش معلش ممكن لحظه واحده اركز بس؟ ماشي. ما تخلص يا ابني، انت جاي تقرا فاتحه. ما صورتش ليه؟ هو انا لحقت؟ ما انت لسه لافف. لا ما انا كنت عايزك تصطادني في الهواء. اتنيل بقى. خلصنا. خلاص خلاص احنا خلاص تمام. يلا ابتدي. يلا ارجوك يا بيلا ما تتوتريش. ما توترتش. ماشي انا عايزك تهدي واظبطي الكاميرا. هاديه. معلش يا جماعه في الكافيه كلنا، ارجوكم لو سمحتم ما حدش يتكلم مع حد ولا يبص في الكاميرا خالص، عشان ممكن اضطر اعيد ونفركش اليوم. انت جاي تصور فيلم؟ خلصني. اوكي يلا 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 خلاص. اصطاد الضحكه ارجوك. يلا يلا يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت عبيط ولا اهبل ولا ايدك دي ادلك زرهالك؟ ليه ايدي مالها فيه؟ انت عبيط ولا ايه؟ ايه اللي عبيط؟ ايدك ايه بتصور يعني؟ هتصور انا واسيب ايدي؟ ولا الفنان ملك جمهوره يعني؟ بلا ملكي انا. نعم يا روح امك. روح امي. على فكره بقى لو خطيبها كان هنا كان سابني براحتي. ماشي. لا انت تضربها. ممكن ما تضربش عشان ما تحرجنيش قدام البنات اللي في الكافيه وقدام بيلا. حاضر. لا 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 برضه طلعت. يضربني يا بيلا. يلا بينا نمشي. تعالى يا ابني. اه يا بيلا انا بتضرب عشانك يا بيلا. انا بتضرب عشانك يا بيلا. انا بتضرب عشانك يا بيلا. انا بتصور يلا عشانك يا بيلا. عشان بيلا. روح هات لك امك. يلا انا ابو كده يا بحبك يا شيخ. امشي يلا. يلا بيت قدام على بر. يلا